في اليوم العالمي للاغتراب، المغتربون اللبنانيون المنتشرون من حول العالم يشكلون قوة وركيزة أساسيتين للبنان اقتصاديا وسياسيا. من 229 سنة وصل ابن بلدة دير القمر جوزيف إبراهيم نعمة على البرازيل، وهيدي وثيقة التجنيس يلي نالها نعمة بأواخر القرن الثامن عشر من سلطات ريو دي جانيرو. ومن وقتها حين سجلت أول حالة هجرة من لبنان إلى العالم الجديد لليوم، وصل عدد المغتربين اللبنانيين بالعالم لحوالي 14 مليون شخص بحسب منظمة كلنا إرادة بالاشتراك مع مجلس التنفيذيين اللبنانيين، موزعين على أمريكا، أوروبا، أستراليا، أفريقيا والشرق الأوسط. مطار بيروت في أوائل الخمسينات. المغتربين هن الشريان الاقتصادي للبنان، وسنوياً بتوصل تحويلاتهم المالية إلى حوالي 7 مليارات دولار، هيدا عدا عن دورهم الأساسي بدعم القطاع السياحي بكل مواسمه. وأكثر من هيك، دور المغتربين أساسي حتى بالحياة السياسية بلبنان، وهالشي ترجم بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مع مشاركة 137,763 مغترب بالانتخابات، وساهموا على الأقل بفوز 5 مرشحين تغييريين. بال 2022 القانون الانتخابي كان مخصص مقاعد 6، انفات بعده بصيغته الحاليه بخصص مقاعد 6 للاغتراب حسب مكان اقامتهم، وهو مشحف بحق المغترب. مشان هيك نحن كمجموعات اغتراب سياسيه مستقله وضعنا خطه عمل للانتخابات القادمه، وبتبدا هالخطه بطرح تعديل البند المتعلق باقتراع المغتربين بالقانون، تيكون المغترب عم ينتخب حسب مكان أيده ومش للمقاعد 6 المخصصة للاغتراب. قوة لبنان اليوم هي قوة اغترابية كبيرة، وبكل ظرف صعب كانوا حاضرين للمساعدة،